السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وبرنامج وقفات. وباسم حضراتكم اسمحوا لنا نرحب بضيفنا ضيفكم الشيخ جمعان الشبيب الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم شيخ جمعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو دخيل، وسعدت صراحة في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون سعداء في الدنيا والآخرة. آمين. ولك ضعف ما تتمنى. آمين. لنا. آمين. والمشاهد الكريم، شيخ جمعان أثناء البحث عن هالعنوان قلنا زيارة مريض، قلنا المرض نفسه وكيف تتعامل، قلنا المرض ماذا يسبب للمؤمن، أمور لا كثيرة، لكن لا دعنا نعنونها بالنظرة الشرعية للمرض أو عن المرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يدير هذا الكون سبحانه وتعالى، وله التصرف المطلق سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الناس، وهو الذي يعلم، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني أوجدنا، وهو الذي يعني يقدر مثل هذه الأمور. الإنسان لا يمكن الإنسان أن يعيش في هذه الحياة دائما قوي ودائما في قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الإنسان في هذه الحياة الدنيا تمر عليه إشارات. المرض أيها الإخوة والأخوات فيه فقه عجيب. الأمراض التي تصيب الناس فيها أشياء عظيمة جدا. هذا المرض من هذه الأمور، أنه من أن الله سبحانه وتعالى من أفعاله هذه الأمراض، ولذلك انتشر عند الناس هذا مرض خبيث. يقول لك هذا مرض خبيث، أنا يعني وأسمعها كثيرا، فلان فيه مرض خبيث. العلماء تكلم عن هذه المسألة، قالوا أن الإنسان لا يصف المرض بالخبث لأنه من أفعال الله، وأفعال الله سبحانه وتعالى ليس فيها خبث أبدا، جميعها رحمة، ما في شك. طيب يا أخي الآن أصبت أنا بالمرض، الآن أعاني منه ما أعاني، يقولك يا أخي أنت هذا أراد الله بك خيرا. أنا بستثمر وجودك، أنتم أصحاب نحسبكم من أهل الله وخاصته وأهل القرآن. استفزتني الصورة اللي تفضلت فيها، نسمعها للأمس القريب، أن في مجتمعنا يقولون مرض خبيث. لا، وانت ردت فعلك الآن بحجة لا تسمونه مرض خبيث. لا، هذا لفظة خطيرة. هذا من برشلون نقضي على هذه ظاهرة، أسلوب فهم يا أخي، شلون نقضي شيء؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم من الليل دعاء الليل إيش كان يقول؟ قال والشر ليس إليك. الشر ليس، لا لا، الله سبحانه لا تنسب له الشر سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الأمور ما في شك، لكن يعني أدبا مع الله ما في شك. وما لكم لا ترجون لله وقارا، لابد أن تعظم الرب سبحانه وتعالى من هذه الأفعال. ولذلك طيب إيش البديل الآن يا أخي؟ مرض خبيث هذا قدر الله وما شاء فعل. طيب نقول المرض الخطير مثلا، المرض المزمن، المزمن المستعصي مثلا، المرض اللي الصعب، أو المرض الذي تعتقد أنها صدفة ولا مقصودة؟ لا أظن إن شاء الله نحسن الظن في يا في, يا في, يا في يا الأخوة. لا نحن بستثمر هالمنبر إن شاء الله يكون أجر توضيحي. نعم، وأنا كمحاورك للأمس القريب أسمعها عادية، وهذه وهي ما هي عادية، كلمة ليست عادية، لكن الإنسان يعني يتعلم، وما أحد يعني ولد عالم، لكن نتعلم من خلال كلام العلماء وما أشبه ذلك. أيضا كذلك المرض يا أخي لو نظرنا إليه يا أخي يعني فيه بعض الأشياء، يكون هذا المرض صلى الله العافية فيه تأديب للإنسان، إشارة للإنسان، يا إنسان تراك أنت اقترب إلي، اقترب. نعم، ولذلك يقول بعضهم أمن يجيب المضطر إذا دعا. ليش الله سبحانه وتعالى يستجيب من المضطر؟ لماذا دعوة المريض مثلا الآن مستجابة كما، أو المسافر والصائم، كل هؤلاء
يشتركون في أمر واحد وهو الانكسار. الصائم تجده منكسرا، المسافر أيضا تجده المضطر تجده منكسرا. فإذا هذا الانكسار يكون من عند المريض. كذلك أيضا نقف عند كذلك ومن ثم نكمل ما نريد أن نصل إليه. إذا فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ورجعنا نتواصل معكم بعد هذا الفاصل. وضيفنا وضيفكم الشيخ جمعان شبيب الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كيف يكون رحمة ومن هو المضطر؟ نعم، المرض رحمة، أن الله سبحانه وتعالى يكفر السيئات عن الإنسان. وأيضا رحمة، قال العلماء أن هناك عبادات لا أراد الله أن يفتح للإنسان بابا من هذه العبادة ولا يكون إلا بالمرض. مثلا يعني على سبيل المثال عبادة الصبر مثلا أين تكون؟ أن الله يحب الصابرين عند الابتلاء. ابتلاء والمرض إيش؟ ابتلاء. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطاك وفتح لك بابا من أبواب العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. ولم تستطع أن تصبر فالصابر. نعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كثير من المفسرين على أنها الصيام. لكن ما يمنع الإنسان أن هذا أن أجر الصبر عند الله سبحانه وتعالى مفتوح، العطاء مفتوح، وهو يجزي به. نعم سبحانه وتعالى. وذلك الصبر ما يعني الآن الحسنة بعشر أمثالها، صليت صمت لك كذا، لكن الصبر الأمر فيه سبحان الله تعالى أمر مفتوح جدا. ولذلك هذا الباب فتح لك أيها العبد من هذا المجال، وهو مجال المرض. كذلك يا أخي، لما يعني هناك على قولتهم بعض الأخوة إذا أصيب بمرض تكاسل عن الطاعات، وما يصلي. أنا والله أقول لك، الله فيني نجاسة مثلا، سوى إذا سوى عملية مثلا ما يترك الصلاة. وهذا كثير من الناس، يا ابن الحلال صل، لا أنا مريض ما أقدر أصلي، الله معطيني فلا يا أخي، هذا تساؤل عجيب جدا. ما تستطيع استعمال الماء، تستطيع التيمم والله الحمد، تستطيع يعني يرفض الصلاة نهائيا. نعم بعض واضح عندي عملية، خلاص صح من العملية صح من البنج، طيب عندك صلاة ليش ما تصليها؟ فإذا يحتاج المريض إلى بعض الأحكام الشرعية وبعض الأحكام الفقهية أثناء المرض، خاصة إذا اشتد به المرض. الناس يسافرون مثلا العلاج بالخارج على سبيل المثال، أو يسافر لدولة في الخارج حتى يتلقى العلاج، يترك الصلاة، ما كانوا صايمين ما احنا صايمين. طيب او عزب هذا فرصه اجمع وقصر، خلينا نقول فضل الله يعني فضل. حتى امر الدين يسر مو عسر، ما في شك. انا اقول لك بمفاهيمنا البسيطه وايضا تاكيدا لها بمفاهيم المجتمع البسيط، يقول لك تفاقيد الله رحمه. نعم، يعني لا تفقدك في هالمرض، تفقدك في الابتلاء. ولذلك ايش كان يقول ابراهيم؟ واذا مرضت فهو يشفين. انا عندي بس نظره بسيطه، احنا قبل كنا نسوي ايام، كنا نسوي نشره نحطها في المستوصف، ايام كنا نسميها نشره البنادول الإسلامي، كان يعني فكانت هذه النشرة الهدف منها نحطها عند وين؟ عند الصيدلية، يسحب الدواء، يسحب مع ورقة في الكيس، يحط الدواء ويحط الورقة النشرة هذه. النشرة إيش فيها؟ الأذكار. قبل يا أخي تأكل الدواء تقول بسم الله يا أخي. إحنا كثير ناس ناكل حبة كما سمى، صح؟ بسم الله الشافي المعافي. إيه بسم الله. ثانيا يا أخي، هناك اعتقاد لا تجعل همك، تجعل همك في ها والشفاء في هذا العلاج. بعض الناس يسأل الله العافية، أنا أكلت حبة ونأخذت كذا ونأخذت كذا. ما يا أخي، الشافي من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذا مجرد إيش؟ هذا مجرد سبب من الأسباب. فإذا حتى الدواء أيها الأخ والأخت الكريمة لابد أن يكون في يعني فيه اتزان، وفيه أيضا صدق التوكل مع الله وبالله سبحانه وتعالى. إذا الدواء متى يأتي بنتيجة؟ إذا كان في الإنسان صادق مع في توكله، الإنسان والله متوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وأن هذا الدواء هو مجرد سبب. فإذا فأيضا كذلك من الأمور، هناك بعض الناس نسأل الله العافية ما يذهب إلى الطبيب،
يحس بالمرض وقال تداوى وأمر بالتداوي هنا. والعلماء تكلم عن هذه المسألة عن هذا الحديث صدقة إيه عليه الصلاة والسلام صدقة صدقة هذا أمر آخر. كان حتى بعض يعني على طار الصدقة يقول أظن الحاكم صاحب المستدرك يقول خرجت في 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 ركبتي قرحة أعجز أعيت الأطباء وأعجزت الأطباء وتداوم ما. فجاني أحد وقال ضع لك ساقية ماء عند باب منزلك ساقية ماء يشرب من الناس من هذه الماء. قال ما مرت مدة إلا سبحان الله وذهبت هذه هذه القرحة. الصدقة ما في شك. ولذلك كان بعضهم يقول إذا كانت بعض العلماء كان يرى إذا كان مثل الابن مريض والابن غالي فيدفع إيش مالا كثيرا صدقة يعني قوية جدا حتى يفتك من هذا المرض لمكانة هذا الابن عنده. الصدقة ما في شك أنها يعني لا 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 لا. لكن أنا أقصد بعض الناس ما يذهب إلى ما يتداوى ما يسعى ما يسعى. نعم هذا خلاف الشرع يا أخي. مثلا يقول لك خلني المناعة تأخذ حقها مثلا إذا كان عالم مثلا طبيبا باستشارة الطبيب ماذا ما في بأس. لكن لماذا طيب ليش الآن الإنسان ليش الآن منع الشرع عدم الإنسان من التداوي؟ ليش؟ قالوا لأن ممكن عدم ذهابك التداوي بدل أن تعطب مثلا الكلى تنعطب معها إيش الكبد مثلا ثم البرية مثلا عزم مثال أو العين. ولذلك الإنسان لا يقول والله لا بعد يقولك يدخل عليه الشيطان من جهة أخرى يقولك والله أنت متوكل على الله والله شافي أيوة سبحان الله. فندخل الآن دخلنا يعني بدل. فإذا الإنسان يعني لابد أن يسعى للتداوي يكون متزنا. نعم نعم في ماذا عن في حال يعني وقع عليه المرض ماذا يمكن أن يقول وكيف يتعامل؟ نعم أول شيء يصبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ثم يأخذ بالأسباب الشرعية. الآن عندنا أسباب شرعية يعني يضع يده اليمنى على الموضع الذي يعني فيه ألم ويقرأ الفاتحة 7 مرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. الفاتحة مع التأمين ولا فقط؟ لا بدون التأمين. لا بدون التأمين بدون التأمين. التأمين ما له ليس من الفاتحة. خلنا نقول لك بعض يعني إيه بعضهم إلى يظن شو اسمه لا فقط الفاتحة يعني. الفاتحة 7 مرات أعوذ بكلمات الله التامة شر ما خلق قل هو الله 3 مرات قل أعوذ برب الفلق 3 مرات قل أعوذ برب الناس 3 مرات كان الآن مع مسحة معها يعني وضع اليد مع المسحة وثم ينفذ آية الكرسي خواتيم البقرة القرآن كله كأنك خلنا نقول الرقية. الرقية ما في يرقي نفسك يا أخي أرقي نفسك يا أخي الحمد لله. ألم عندك على الركبة ألم في الفخذ أرقي نفسك في البداية واستعن بالله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله يا أخي. نحن نحتاج حسن الظن والله نحتاج حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. رأيك نأخذ وعد منك أن نأخذ وقفة بحسن الظن بالله في إن شاء الله تعالى الوقفات القادمة بحول بإذن الله تعالى. بحول الله تعالى بإذن الله. شكرا جزيلا شيخ جمعان شبيب الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايته.